هاي احلى اخوات بالعالم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كتير مناح وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. اليوم الفيديو رح يكون عن قصة يوم مع صديقة. قبل ما نبدأ الفيديو لا تستعطوا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، لا تنسوا هاشتاج حمل التوصيل لقصص الالعاب ل 70,000 مشترك، ويلا نبلش بالفيديو. يا الهي كم اشعر بالملل. حسنا سوف اتصل بصديقتي واقول لها ان تأتي لنخرج معا. حسنا اولا سوف اقول لامي. امي تفضلي يا ابنتي ماذا تريدين؟ امي اريد ان اذهب انا وصديقتي. سوف اقول لها اولا ان تأتي عندنا ثم نذهب انا وهي لنشتري اغراض وهكذا. حسنا يا ابنتي لا بأس. شكرا لك انت افضل ام بالعالم. حسنا يا ابنتي سوف اذهب واكلمها الان. نعم القدوة فقط. سوف تأتي الآن. الحمد لله سوف أبقى أنتظرها هنا. وبعد مروري نصف ساعة. لقد تأخرت. أعتقد أنها هي من أتت. سوف أفتح لها الباب. صديقتي كيف حالك؟ الحمد لله. وأنت كيف حالك؟ تمام تمام. هي تعالي. وأخيرا رجعنا مرة أخرى والتقينا ببعضنا. نعم لقد كلمتك لتأتي عندي لأقول لك ما رأيك أن تخرجي معي؟ بالطبع أنا قلت لأمي أنني سوف أخرج. نعم ذلك جميل. حسنا أنا سوف أرتدي ملابسي وثم نذهب نشتري أغراض. سوف نستمتع كثيرا. حسنا هيا جهزي نفسك. حسنا سوف أرتدي فقط ملابسي ونذهب لن أتأخر. أهم ملابسي سوف أرتدي هذا العقد. لا قل لك. حسنا هيا فلنذهب. هيا انتظر سوف أرتدي هذا. هيا لنذهب. هيا لقد وصلنا. يا إلهي ما أجمل هذا المكان. بالطبع سوف نفعل التسريحات وهكذا. إنهم من يصنعون التسريحات. إنه في الأسفل. حسنا سوف نفعل مساج بالآخر حتى لا نتوسخ. حسنا هيا لقد وصلنا لننتظر دورنا. تفضل لا يوجد أحد في الداخل. حسنا شكرا لك. اجلسا هنا. حسنا سوف أعطيكما هذه الملابس يجب أن ترتديهما. حسنا شكرا لك. عفوا هيا ضع ملابسكما هنا ويجب أن تخلعوا ما على رأسيكما. حسنا نحن جاهزون. حسنا هيا يمكنكم أن تجلسوا. أتريدين أن أغير لكم تسريحة أم لون أو ماذا؟ أنا أريد أن أغير تسريحة. أما أنا أعتقد أني سوف أغير اللون. حسنا أنت انتظري هنا. حسنا تعالي واختاري لي تسريحة. حسنا سوف أختار لك. هذا لا أعرف ماذا سوف تختاري. حسنا افعل لها مثل تسريحتي لأرى. أولا سوف نرى هذه ثم يا إلهي إنها تسريحة جميلة. تعالي انظري. يا إلهي إنها جميلة جدا. لا أريد أن أغيرها. أتريدين أن تفعلي مثل تسريحتي لتجربي ثم تغيري؟ حسنا لنرى. لننظر. إنها جميلة فعلا عليك لكن التي بالأول أحلى أجمل. حسنا سوف أخذها. سوف نجهز بعد قليل. والآن سوف تجهز. أنت الآن أجمل. أصبحنا نشبه بعضنا. نعم وأنت هيا تعالي. حسنا اجلسي هنا في المكان هذا. ماذا تريدين أغير لك شعرك؟ هناك ألوان كثيرة.
سأجرب اللون الزهري أحسن. بسم الله. هيا اذهبي وانظري. حسنا. أوه يا إلهي، إنه لون جميل جدا، لن أغيره. فعلا إنه جميل عليك. هل أغير شعري؟ لا أعرف. حاول أن تغيريه. حسنا، أختر لي اللون البنفسجي. لله، إنه جميل جدا، لكن بالحقيقة الذي في الأول أجمل. نعم، إنها كلامها صحيح، سوف أعيده. حسنا، شكرا لك. عفوا. هل سوف تذهبون للعلم؟ بالتأكيد. حسنا، عندما تنتهون من كل شيء تعالوا وحاسبوا عندي. حسنا، شكرا لك. عفوا. هيا شدوا ملابسكم. هيا خذي هذه، أصبحت جميلة أجمل. نعم شكرا لك. عفوا. هيا لنذهب الآن، سوف نفعل المساج وهذا. نعم. لقد وصلنا. أتشربين شيئا ثم نذهب؟ لا لا بأس. حسنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا تريدين أخدمكم؟ نريد أن نفعل مساج وهذه الأغراض. حسنا، هيا تعالوا معي. هنا يوجد كل شيء، يمكنكم أن تغيروا ملابسكم. حسنا، هيا سوف نستمتع هنا كثيرا. نعم، هيا لنرتدي ملابس. أنا هذا وأنت هذا. إلهي، أوه مريحا جدا. هيا تعال واجلس هنا. حسنا، هيا أنت هنا وأنا هنا. حسنا، سوف أضع لكم المساج. أولا أقف لأضعه لكم. أنت هذا وأنت هذا. والآن يمكنكم أن تناموا هنا وأنتم مرتاحون. وسوف أبدأ بالمساج. وبعد مرور عدة ساعات، لقد انتهينا. لقد مرت ساعة واحدة، يمكنكم أن تستيقظوا. حسنا، كم أشعر بارتياح. وأنا أيضا. سوف أزيله عنكم. أتريدون أن تأخذون حمام السباحة؟ نعم بالتأكيد، هي صديقتي. سوف نستمتع جدا. حسنا، سوف أحسب لكم مدة ساعة. أتريدون ساعة؟ نعم 27. حسنا، سوف ندفع لك 20 قرشا. حسنا، بعد مرور ساعة. لقد ملت من السباحة، هيا تعالي. أتريدون أن تفعلون مثلا تغيير في شكلكم أو هكذا؟ لا أعرف، أعتقد ذلك وأنا أعتقد ذلك. حسنا، إذا أردتم ذلك تعالوا إلى هناك، سوف أغير لكم. لا تغيروا ملابسكم. حسنا، هيا تعالوا. لا أعرف كيف سيكون شكلي. انتظروا هنا قليلا، سوف أنادي صاحب العمليات هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هؤلاء يريدون أن يغيروا في شكلهم. حسنا بالتأكيد. ماذا تريدون أن تفعلون؟ أنا سوف أذهب. حسنا. إلهي، نحن نريد أن نغير في شكلنا، مثلا في فمنا، في أعيننا وهكذا. حسنا، يمكنكم أن تأتوا هنا. حسنا، هيا تعال هنا. من تبدأ بالأول؟ ابدأ بهي ثم أنا. حسنا، هيا يمكنك أن تستمتع. وأنا سوف أجلس وأرى ماذا سوف تغيرين. أتريد أن أغير فمك؟ غير لها فمها لأرى. أعتقد أنه دون شيء سوف يكون أجمل. ضع لها الفم هذا لنرى. حسنا، أتريدين أن أغير لك شيئا آخر؟ أغير لها هذا الشكل، أريدها أن تكون مثلي. حسنا، هكذا جميلة جدا. الآن سوف أخرجك. حسنا، حسنا. بعد ذلك سأضغط هنا. والآن أنت جاهزة، يمكنك أن تستيقظي. يا إلهي، أين يمكن أن أرى؟ تعالي هنا لترى هنا. يا إلهي، لقد أصبحت أشبهك. نعم تماما، أنا أريد أن نكون مثل بعضنا. كما أحبك يا صديقتي. وأنا أيضا. أتريدين أن تغيرين شيئا؟ لا لا أريد. حسنا، هيا لنذهب. هيا إلى اللقاء. إلى اللقاء. هيا لنرتدي ملابسنا. أصبحتما تشبهان بعضكما. نعم، هذا ما نقصد به.
سوف أرتدي ملابسي وأنت خذي هذا وهذا لك وهذا لك أيضا وهذا لي وهذا حذائي. شكرا لك على المساج وعلى كل شيء وخدمتك لنا. عفوا لا يمكنكم شكري. هيا نذهب. فعلا استمتعت جدا وأنا أيضا. أين هو ذلك الرجل؟ لقد أتينا لك، لقد قلت لنا عندما تنتهون تعالوا. أصبحتما تشبهان بعضكما، لم تكونا هكذا، لقد أصبحتما أجمل. شكرا لك. كم الحساب؟ الحساب مع المساج مع تغيير الشكل مع ذلك كله بمئة قرش. حسنا هيا تعالي سوف ندفع لك. أنا 50 وأنت 50، ما رأيك؟ حسنا تفضل. شكرا لك. عفوا هيا نعود للمنزل. هيا. وبس هيك حلمكم وصلنا لنهاية الحلقة. بتمنى تكونوا استمتعتوا وحبيتوا هاي الحلقة. إذا حبيتوا لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. لا تنسوا هاشتاك حمي التوصيل قصص الألعاب ل70,000 مشترك. وكمان اقترحوا لي تحت بالكومنتات قصص يعني انتوا حابين اعملها. وبس باي.